بسم الله الرحمن الرحيم. إحدى طرق فحص اللدات أو فحص عقل اللدات، الطريقة الأولى اللي راح نشرح عليها اليوم باستناد إلى واطية الجهاز، يعني الجهاز قد يسحب واط. عندنا القانون الأمبير يساوي لنا واط على فولت. بالنسبة لهاي الشاشة عندنا، هاي الشاشة عندنا إذا نلاحظ الشاشة هي حجمها 32 LED. إذا نلاحظ الواطية مالتها طلعت لك 60 واط. فإذا 60 واط بحساب بسيط نرجع على القانون نقدر نعرف الأمبيرية مالت الشاشة. 60 واط تقسيم 220 راح يطلع لنا الأمبيرية مالته 0.27. هذه أمبيرية الجهاز، إيش قد يسحب؟ تقريبا ربع أمبير، ربع أمبير. فإحنا شلون نقدر نعرف بأنه هذا الجهاز عاطلة للداتا أو لا؟ الطريقة كل سهلة. عندنا الكلاب ميتر هذا نخليه على وضع الأمبير، وضع الأمبير هذا. هذا عندنا بلك الجهاز، راح حتى نخلي الواير هنا، عندنا القراصات مالتنا، راح نعطي كهرباء وشوف الأمبيرية شو راح تقيس عندنا بالجهاز مالتنا. هسه راح اعطيها كهرباء ولاحظ اشتغال الشاشه مالتنا. هسه اعطيتها كهرباء، هاي اول اشتغالها، بعدها 2 بالعشرة راح تنهض الشاشه وتشتغل الداتا. باع الداتا اشتغلت، لاحظ الامبيريه 23 24 تقريبا. هسه باع الشاشه، الشاشه هسه عندي مشتغله انا، تلاحظ هي مكسوره هاي طبعا. فاذا قدرت اعرف، لاحظها مشتغله الشاشه، الاناره مالتها كامله، بأنه هاي الشاشة ساحبة الأمبيرية الخاصة بالإنارة، يعني أمبيريتها معقولة، إذن معناته عطل باللدات ماكو. هاي إحدى الطرق لاكتشاف عطل اللدات. أتمنى أن تعجبكم هاي الطريقة بدون ما تفتح، لأن هواي مشاكل صارت يفتح الشاشة هو يفتح اللدات تطلع اللدات مثلا ما بيها مشكلة بغير مكان. فاحنا ليش نفتح الشاشه؟ هسه انا بعد باعتبار ما فاتح الشاشه ابدا، فقدرت استدلها عن طريق هذا القانون، عن طريق البيانات اللي مثبته بلوحه الشاشه بانه تسحب 60 واط او اكثر، وعن طريق الكلاب ميتر. كلاب ميتر هذا راح اعيد لكم العمليه حتى تشوفوها. هسه طفيت الشاشه، راح اشغلها، شوف السحب مالت اللدات. فاذا اللدات ساحبه الامبيريه لها. هسه نهضت عندي الشاشه، لاحظ. فاذا اشتغلت الشاشه ولداتها ما بيها شيء. هذا احدى طرق تشخيص عطل اللدات، فحبينا نوضح لكم هاي الطريقه لان هواي وقعوا مشاكل باللدات. وشكرا لكم.